قبل ما نختم حلقة اليوم كمان ملف مهم جدا من جمعتين وتحديدا بحلقة حكي جالس وعبر إذاعة جرس كوب أطلقت غرفة التحكم المروري بهيئة إدارة السير حملة هاشتاغ سيلفي آر إس يلي هي سيلفي رود سيفتي. هالحملة اللي كان هدفها الأول والأخير توعية اللبنانيين على أهمية سيت بيلت، أهمية حزام الأمان، كان هدفها انه الكل يتصور سيلفي وهو حاطط سنتور بالسياره. والملفت كان مشاركه رئيس الحكومه تمام سلام ووزير الداخليه نهاد المشنوق اللي كانوا اول مين تصور بسياراتهم، بالاضافه لمشاهير، بالاضافه لفنانين، بالاضافه لممثلين ومواطنين لبنانيين. هلا عم نشوف نحن وياكم صور لضباط لعناصر قوى الامن الداخلي اللي كمان كان لهم حصه كبيره بهالجمعتين انهم يتصوروا ليقولوا للناس انه حزام الامان هو ليحمي كل الناس، وانه المواطن ان كان رئيس او وزير او ضابط او مواطن عادي ملزم يحط سيت بيلت ليحمي حاله. المفاجاه اللي ما توقعناها، خاصه وانه الحمله هادفه وتوعويه، وخاصه وانه عرابه هو معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق عراب هذه الحملة وكان أول مين تصور. المفاجأة كانت تدخل مدير عام هيئة إدارة السير فرج الله سرور لحتى يمنع استمرار هيدي الحملة، ولحتى يعرقل هيدي الحملة عبر حكي جالس وعبر الـ LBCI، ويمنع عناصر غرفة التحكم المروري يطلعوا ببرنامج حكي جالس من بعد ما حضر الحلقة يلي أطلقنا فيها هيدي الحملة. اللي ما بيعرف مين هو فرج الله سرور وليش عنده مشكلة معنا، فرج الله سرور هو المدير العام يلي كان مستلم النافعة بالدكواني اللي الكل بيعرفوه أقل ما يقال عنها كانت بوقتها مغارة علي بابا وميات الحرامية. ومشكلة فرج الله سرور معنا شخصيا هي أنه كشفنا للرأي العام بوقتها ولوزير الداخلية الأسبق زياد بارود عن فساد النافعة، وبوقتها عالجوا الوزير بارود وحطوا بمكانه الطبيعي لحتى يسيطر على الضرر اللي كان صاير بالنافعة. بتأسف اليوم أنه مدير عام مأخوذ بحقه إجراءات، وملفات النافعة يلي بعيني شفتها ما بتنعد، وملفات الفساد بوقتها كانت بتطير 10 مدراء عامين لولا الغطاء السياسي الموجود. عم ينتقم هالمدير العام من حملة أطلقها وزير الداخلية وشارك فيها رئيس الحكومة عبر الـ LBCI وغرفة التحكم المروري اللي كانوا معنا. الليلة أنا بناشد على الهواء معالي الوزير نهاد المشنوق اللي حاولت اتصل فيه بعد ما قدرت أحكي أنا وياه. أتمنى منك معالي الوزير أنك تعالجوا لفرج الله سرور كما عالجوا زياد بارود الوزير الأسبق للداخلية بوقتها، لأنه في تخطي واضح وفي مخالفة كبيرة عم يرتكبها، وعم يكسر قرارك كوزير داخلية، عم يكسره بقرار خطي وعم يتعدى صلاحياته، وخاصة بحملة إلى علاقة بإدارة السير وحماية المواطنين يلي حضرته المدير العام بهيدا المكتب بيرأسها. هيدا عدا عن الملف الأمني وعن الداتا الموجودة عنده، هيدا ملف تاني على كل حال مش ملف حاليا للهواء، هيدا رح نوصله لوزير الداخلية الوزير مشنوق لحتى يعمل تحقيق فيه. مضحك مبكي كيف اللي بيقعدوا على الكراسي بيصيروا مفكرين حالهم انه هن السلطة، مش عارفين انه مثل ما اجت هيك بتروح هيك. وقبل ما نختم حلقة اليوم رح ناخد اتصال مع أستاذ زياد عقل مؤسس اليازا يلي عنده رأي حول الموضوع. دكتور زياد مساء الخير. يعطيك العافية سجود. الله يعافيك. حضرتك المشاهدين. نعم حضرتك من الناشطين ومن مؤسسي اليازا، ولكن بموضوع فرج الله سرور يلي نحن يمكن نوعا ما تشاركنا بالفساد والإضاءة على الفساد بالنافعة بالدكواني، كمان بهمني رأيك بهذا الموضوع. يعني باختصار المركز هو شاغر، مركز رئاسة هيئة إدارة السير من 2005 لتاريخ اليوم. ما بعرف كيف عم بيشغل رئيس الهيئة السابق، لازم يكون نحن كلنا بنعرف كيف الوزراء يقوم بوجباته ويعين رئيس مجلس إدارة جديد، كلنا بنعرف كيف. نعم والموضوع يمكن وزير الداخلية مسؤولياته بهالموضوع محدودة، يمكن مجلس الوزراء هو يلي لازم يباشر ويحاسب. هل قد هالمدير العام قوي لحتى يكون قد سلطة مجلس وزراء؟ غريب. يعني هلا عم نحكي نحن على الهواء في حدا مغطى، في جهة مغطية، نحن باسم اليازا وباسم كل شيء في ضحايا بهالبلد من وراء الاستهتار الكبير الموجود. يعني تصور انه اليوم عم ينعمل مبادرة لنشجع العالم على حزام امان، عم تبادر فيها غرفة التحكم المروري، نحن هون نشجع ونثني على كل اللي اشتركوا بهالمبادرة يلي قامت فيها عرقلة استاذ فرج الله، حب يعرقلة، طلع عباله من مكتبه ويعرقلة. ما بتصور رح يكون بايده يعرقلة، لانه هيك مبادرة هدفها تعمل قيمة لحياة الانسان بلبنان، ما بتصور، يعني بتصور انه هو عاجز انه يعرقل هيك مبادرة.
نحن بنحيي كمان البلياز النائب مطران للجهة الكبيرة. نعم نحن بنوجه له تحية. استاذ زياد خبرني عن دفاتر السواقة اللي انعملت بوقتها بالدكواني للأشخاص اللي ما بيشوفوا. يومتها أخذنا إشارة من المدعي العام التمييزي بحينا لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة الأستاذ محمد قباني، وادعت لجنة الأشغال العامة على كمية الفساد الموجود. كان في مئات دفاتر وآلاف إجازات السوق عم تنعطى بدون امتحان بأمضى أستاذ سرور، وكان في ناس آلاف منهم مسافرين وعميان ومكفوفين، وراح الملف للقضاء بال 2007 بادعاء من لجنة الأشغال العامة ونائل مجلس النواب، وصار في على الطريقة اللبنانية تطميش بشكل انه ما صار في محاسبة. نحن بدعي الحكومة وطعم تجيب كل هالتغييرات يجي على هيئة إدارة السير ناس همهم المصلحة العامة، أقله يتغير، أقله يتغير المدير العام يجي حدا جديد. هيدا مسؤولية الحكومة اللبنانية، مسؤولية الحكومة اللبنانية إن شاء الله يلي عاملين له الغطا السياسي حاليا. نعم أستاذ زياد يصبحوا انه يكون في رئيس جديد يقوم بوجبات. استاذ زياد نحن هيدا الملف رح نتابعه نحن وياك، وانا رح يكون في تواصل انا وياك لنتابع هيدا الملف مثل ما حكينا انا وياك على التليفون، وانا بشكرك واشكر تواصلك.